الذهب يلاحق محمد رمضان، بيحتاج استراتيجي وبيحتاج اختيار اعمال بتتناسق مع وتتوافق مع حالتهم المزاجيه. طلبت معايا ان نعمل دوشه. يعني معقول قديم محبينك ما بيخلونا نحكي معك؟ اهلا بيكي ومبسوط بوجودكم، وتحياتي لاي تي بالعربي وكل مشاهدين اي تي بالعربي. فللمره الثالثه خلال حوالي اسبوع محمد رمضان بيكون ضيف في اي تي بالعربي، والمره دي لقائنا معاه كان في تكريمه في تايتنز اوف افريكا في دبي، وده من خلال وضع اسمه في الكتاب الذهبي عن الاكثر تاثيرا وجماهيريه في القاره الافريقيه. التكريم عظيم جدا جدا، وبدات من فروم زيرو الحمد لله. ثم بعد كده كانت الخطوه الثانيه ان انا اوصل للوطن العربي، وده ايضا بيحتاج استراتيجي وبيحتاج اختيار اعمال بتتناسق مع وتتوافق مع حالتهم المزاجيه ومع طريقه تفكيرهم، بتختلف الى حد كبير بينها وبين الثقافه المصريه. ايضا الثقافه الافريقيه بتختلف تماما عن الثقافه العربيه والثقافه المصريه، ستيب باي ستيب، يعني احنا بنمشي خطوه خطوه. انا افريكان شايفه حبيبتي اللون. والخطوات دي كانت من خلال اكتر من عمل جمعه بنجوم من شمال افريقيا. حبيبي مع ميتري جيمس، شغلي مع كل فنان في شمال افريقيا زي سعد المجرد، سولكين، كلهم نوردو الاغنيه اللي جايه مع نجم تونسي كبير، فكلها في نفس بتحقق نفس التارجت اللي انا بحلم بيه وهو الوصول لقارتي. سحرني كحل العين يا حبيبي يا حبيبي انساي انساي. وكان محمد رمضان اشعل الاجواء في الحفلات الثلاثه اللي قدمها في اول افريكا فيستيفال، ولفت الانظار باطلالاته اللي دايما بتكون اوت اوف ذا بوكس. كنت لابس كيب ومغطى وجهك اصلا كرمال هالوين؟ لا والله انا لبسي في معظم الحفلات بيبقى مختلف. انا بشكر الديزاينر بتاعتي سميحه، هي تونسيه وما شاء الله شاطره جدا جدا، وقدرت تعمل تو اوتفيتس حلوين في وقت قياسي. وكالعاده نشاط محمد ما بيقفش، فهو مشغول بتصوير اكتر من عمل. عندي ان شاء الله وقعت اول فيلم ليا انتاج نتفليكس اوريجينال، وعندي المسلسل، وعندي فيلم انتاج العدل جروب اسمه عزيرو، بيشاركني البطولة فيه نيلي كريم وجمانة مراد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وعندي مسلسل انتاج شاهد 8 حلقات برضو ان شاء الله نبدأ تحضيره وتصويره بعد رمضان مباشرة. اما بالنسبة لموسم رمضان فهو لسه مشغول في تصوير مسلسل العمدة اللي بيجمعه من جديد بمحمد سامي. شو السر انه انت ومحمد سامي دايما بتكونوا ديو كتير ناجح وكل الناس بتحب اعمالكم مع بعض؟ كميتنا الحمد لله متوافقة، بنحضر، بناخد وقتنا في التحضير، بناخد وقتنا في التفكير، في دراسة الشخصية، في دراسة الفكرة، في دراسة الموضوع. لا يضيع الله أجرا من أحسن عمل، يعني احنا بنبذل مجهود وفي الآخر ربنا بيكلله بالنجاح. وعشان كده هو مكثف تصوير، فعرفنا ان خلال وجوده في لبنان صور مشاهد من المسلسل. اكيد هننتهي قبل رمضان، مش هنقرر غلطة ان احنا نصور لرمضان زي ما حصل في المشوار، فان شاء الله نخلص قبل رمضان بشهر تقريبا. بس ده ما بيمنعش انه كمان بيحضر لاغاني جديده. عندي ديو مع فيوتشر رابر امريكاني، وعندي ديو مع نوردو، وعندي ديو مع عصام النجار، وعندي بقى اغاني سينجلز لوحدي، حاجات برضو كتير جدا. يا مرحب بيكو في المنافسه ولسه